مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من كل يوم. النهارده وانا بتابع الجوله بتاعت الرئيس، ربنا يعني يديله الصحه، انا تعبت من الفرجه، فمش عارف بقى الناس اللي كانت في الشمس النهارده دي عامله ازاي. يعني انا بتفرج من الساعه 10 الصبح للساعه 7 لف، يعني حضراتكم بقى تقدروا تبقوا شايفين الشغل عامل ازاي، انما انا بقول لكم يعني الوقت النهارده كان قد ايه، وانا قاعد اتفرج تعبت وانا قاعد، فشحال بقى اللي بيلفوا طول الوقت. رن في ودني كذا جمله غريبه جدا وخلتنا افكر في حاجه برضو لطيفه واقتراح. يعني النهارده الناس بتوع الصحه هم بيتكلموا على 9 مستشفيات او 10 مستشفيات، هما كان المفروض 10 فالنهارده يعني فتحوا 9، يقول له ايه؟ يقول له وفي اسوان نحتفل بافتتاح اول مستشفى عام في اسوان. نعم افندم، ما كانش فيه مستشفى عام في اسوان؟ لا ما كانش فيه، واحنا بنحتفل بين بنحتفل بين سنه كام؟ 2017 اول مستشفى عام. قلت ما احنا ما نعرفش، يعني ما نعرفش المحافظات دي كانت متبهدله ازاي شويه كده. ويقول له ايه؟ ويقول له وعملنا المركز ده وفي 10 حضانات، واصل المحافظه دي ما كانش فيها حضانات يا فندم. حضانات بتاعت شويه يقول له ايه؟ يقول له وتم تزويد هذا المركز بجهاز ميموجرام للكشف على الاورام، اصله كان في مركز اورام وما كانش في جهاز للكشف عن الاورام. ايه الموضوع؟ خرابه يعني، خرابه خرابه يعني. جهاز غسيل كلى، اصل المنطقه دي ما كانش فيها غير جهاز واحد ولما بيبوظ كان بيبقى مشكله. عربيات اسعاف مرسيدس، اصله كان عندنا عربيات تويوتا من 2005 ولازم نغيرها. 2005؟ انا نفسي يبقى في جلسة للي مش عندنا، لان هو الجلسات او الاجتماعات اللي بتحصل احنا بنعمل كذا، لا احنا ما عندناش ايه، يعني لازم يبقى في جلسة مرة عشان يتعرف احنا ما عندناش ايه. كل لما بتيجي الافتتاحات ديت حضراتكم تتفقوا معاه او تختلفوا، شايفين التوسع يبقى كده ولا التوسع كده، بكتشف ان احنا ما عندناش حاجه. طب الناس اللي قبل كده عملت ايه يا جماعه؟ وبعدين تيجي النهارده تحاسب اداره انه ما فيش خدمه صحيه، طب مين اللي مسؤول ان اسوان ما كانش فيها مستشفى عام؟ عبد الفتاح السيسي؟ بتكلم جد والله، مين اللي مسؤول انه المستشفيات ما فيهاش اي اجهزه؟ النهارده الرئيس دخل في حوار طويل على موضوع الكلى ده والجهاز بتاع غسيل الكلوي، وده الجهاز ده في المستشفى بتاعت القوات المسلحه الجديده اللي اتفتحت، اللي هي هتعالج مدنيين وناس من القوات المسلحه في دمياط. اصلا المستشفى دي مع دمياط ما كانش فيها كذا وما كانش فيها كذا وما كانش فيها كذا وما كانش فيها كذا. النهارده تسمع حكايه اللي ما كانش فيها، تقول البلد دي كانت عايشة ازاي؟ البلد دي كانت متبهدلة، والله العظيم الناس المصريين دول متبهدلين بهدلة غير طبيعية. يقول له لا اصل هو كان في الصعيد بيضطروا ياخدوا مش عارف ايه لغاية الأقصر، ومش عارف ياخدوا لغاية ايه لغاية بني سويف، ومش عارف يسافروا منين لغاية فين. ايه البهدلة اللي الناس كانت فيها دي؟ وبعدين لما نيجي نتكلم، مستشفى قصير بالبحر الاحمر بطاقة 86 سرير، مستشفى شلاتين المركزي بطاقة 33 سرير. شلاتين دي ما كانتش موجودة ابدا ابدا،
كان فيها وحده صحيه، يعني لو حد عايز يعمل عمليه ولا بتاع ما عند ما فيش. طب والناس عايش ازاي؟ ربنا كبير مستشفى. قالوا له يا فندم احنا عملنا مستشفى طوارئ، الحاجات دي بقى تخش ودنك. وانا اصل ايه زي ما بقول لحضراتكم، انا بتاع التفاصيل، بحب التفاصيل الممله. يقول له يا فندم احنا عملنا ده علشان في ناس بتموت كتير على الطريق السريع، مستشفى طوارئ. طب هي ناس كتير ليه بتموت اصلا على الطريق السريع؟ وده معناه ان الناس اللي كانت بتتعور على الطريق السريع ما كانش ليها مستشفى طوارئ. البلد دي كانت عايشة ازاي؟ البلد دي كانت عايشة ازاي؟ اللي هي اساس الاساسيات مش موجودة. تطوير مستشفى ارمانت المركزي بالاقصر بطاقة 140 سرير، 300 عربية اسعاف اللي انا قلت لحضرتكم اللي هو بتوع مرسيدس. النهاردة اتكلموا ان هم صارفين على المستشفيات ديت 1,257,000,000، يعني متوسط المستشفى 100 مليون وشوية، صح كده؟ 100 مليون وشوية. كل ده كان فين؟ الرقم بقى اللي وقفت عنده، خدوا بالكم الفرق في الأرقام، ان هو عمل 9 مستشفيات بمليار ومتين مليون، وعالج 1.5 مليون مريض بتلاتة مليار جنيه بتوع فيروس سي. يعني انا عايزكم تعرفوا، اصل الارقام بالنسبة لنا بقت تافهة، ويعني المليارات بقت عادية من كتر ما بتتقال. فعمل 19 مستشفيات، جدد وكبر وصغر، وجاب اجهزة من بره واجهزة ياباني واجهزة الماني، زي ما حضراتكم شايفين ما بفهمش في الاجهزة، انما شكلها حاجه حديثه يعني. واجهزه اشعه ما كانتش موجوده، واجهزه مسح ذري ما كانتش موجوده، كل انواع الاجهزه ما كانتش موجوده، ما علينا. وبعدين قال له ايه؟ دي خرمت ودني بقى. قال له وعلاج 1.5 مليون بتلاتة مليار جنيه. اللي هم مرضى فيروس سي. فالرئيس قال له ايه؟ قال له بقى قد ايه؟ قال له الطابور خلص يا ريس، احنا بقى بنعدي ندور على الناس. قال له يخلصوا السنه الجايه، انا ما عنديش السنه الجايه. فدي حاجه عامله زي الكهرباء كده، مواجهه هذه الدوله الموضوع فيروس سي. احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من الناس، بنتكلم على ملايين كانوا مصابين بفيروس سي ده. احنا دلوقتي وصلنا ان الدوله بتدور على القرى وتمسح وتدور، والرئيس حتى قال له احنا الشباب اللي بيجوا لنا في الجيش بنكشف عليهم، واللي عنده فيروس سي بنعالجه. فعامل كده زي الكهرباء، ان هذه الاداره قد اقتحمت موضوع الكهرباء، اقتحمت موضوع فيروس سي. ان فيروس سي ده كان ناس سايباه كده زي الفل، ناس بتزيد 10 مليون 11 مليون كل يوم في رقم، يعني ما تعرفش الرقم الحقيقي كام. انما كل ما تيجي تعمل حاجه تكتشف ان احنا ما عندناش حاجه. المشاهد المهينة التي أذيعت اليوم عن الناس اللي كانت عايشة في العشوائيات والأماكن اللي هم عايشين فيها، السيدة زينب وكل العشوائيات وتل العقارب وكل العشوائيات اللي موجودة، شيء مهين جدا، مهين جدا. أما تشوف بقى شكل البيوت الجديدة وتشوف الناس، الراجل الست النهاردة جايبينها تفضل، مهين، مشهد مهين، بينتهي بينتهي، هذه المشاهد تنتهي تماما. ده في واحدة جابوها في فيلم التسجيلي قالت له يا ابني كفاية ان احنا بعيد عن المخدرات وضرب السرنجات والحقن. النهاردة وزير الاسكان بيناشد المصريين ان هم يتعاونوا معاه، بس يستنوا بره. خدوا بالكم من كلمة يستنوا او يصبروا، بره لغايه ما بنبني لكم شويه، يعني احنا عايزين نهد الخرابه اللي انتوا فيها ديت وننقلكم زي كل الناس عيشه انسانيه. من حقك انك تعيش عيشه انسانيه، عيشه بشريه، عيشه، انا مش عايز استخدم كلام بايخ، انك تبقى عايش في عماره زي دي، تل العقارب اهو من السيده زينب.
جوه القاهرة وأبراج عالية وبتاع وناس عايشة مش في القرن ال 18، ده الناس في القرن ال 18 ما كانش عندها العشوائيات دي، كانت عايشة أحسن. عايشة في غياهب الظلمات. بصراحة الراجل وزير الإسكان ده عامل شغل كويس. بصراحة يعني لو على المجهود تبص الوزير الإسكان ده عامل مجهود غير طبيعي. وعنده موارد ذاتية وبيقدر يجيب فلوس، النهارده كان بيتكلم بيجيب الفلوس منين وكل الحواديت دي. أنا وقفت بقى عند كلمة وزير الإسكان بتاعت يستنوا. السؤال المهم، هل المصريين هيستنوا؟ أنت تعلم إنه الأشياء اللي بيتم إصلاحها ديت ليست وليدة الأمس. أنت ساكن في تل العقارب من 20 سنة. أنت ما كانش عندك مستشفى في أسوان منذ الملك. هل هتصبر؟ في تونس في بوادر عدم صبر. أنا بتكلم بصراحة أهو. في ناس طهقانة ومن حقك، أسعار زيادة، مش طهقان، مش عارف تعيش، مش عارف مش عارف مش عارف. بس هل اللي أنت بتشوفه ده يخليك تصبر شوية؟ يعني النهاردة الورش اللي بتتفتح دي، المشروع ده لما يخلص هيشغل 25,000 واحد، ده المباشر، غير المباشر عليهم 25,000 كمان. هل هتصبر؟ هل هنصبر ولا هنجيب عليها وطيها؟ انا بتكلم بصراحه. هل في حد ناوي يصبر؟ الناس مش صبر، الناس مخنوقه، الناس متضايقه، الناس طهقانه، الناس كذا، الناس كذا. واصبح تكرار الكلام في هذه الجلسات كلها يا جماعه اصبروا. طب نعمل ايه؟ طيب طب ما انت لو ما كنتش بتتنقل من عشوائية، لو ما كنتش بتتعالج من فيروس سي، لو ما كنتش برجع لك الكهرباء تاني، لو ما كنتش بعمل اكتشافات للغاز، لو ما كنتش بعمل اسكان اجتماعي، لو ما كنتش ده النهاردة بيتكلموا على محطة مية عشان العاشر من رمضان تشرب مية نظيفة. العاشر من رمضان ده المفروض يبقى عندها محطة المية دي من 40 سنة. وكل حاجة ايه؟ مليارات 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 في بلد يعني على الأرض. في حلم عايز يعمل هو مدينة الأساس، يبقى فيها مركز للاختراعات وللتطوير والمكن والحاجة، وتبقى تبتدي تبقى صين جديدة، كوريا جديدة، ماليزيا جديدة. عنده حلم. هل في حد هيصبر على الحلم ده؟ الناس هجة ووجة ومن حقهم بصراحة، بالأسعار، الفلوس، العيال، البتاع. طب واحنا نعمل ايه واحنا نسوي ايه؟ بس في حرك، انت كل يوم بتشوف حرك. وعلى فكرة انت ما بتشوفش حاجة تخيلية او مشروع بيتم قص الشريط بتاعه. انت بتشوف العمارات واقفة على رجليها، الورش واقفة على رجليها، النهاردة المستشفى واقفة على رجليها، المستشفيات كلها التمانية التانيين واقفة على رجليها. يعني مفيش سحر ولا شعوذة. طيب ده الرئيس غير الجيد. لو ده تقديرك ان ده الرئيس غير الجيد، طب الجيد كان عمل ايه؟ او هذه الادارة غير الجيدة، طب الجيدة كانت عملت ايه؟ او زي مين في ال50 سنة اللي فاتت ونعمل زيه؟ واحنا جايين في السكة النهاردة، محور ومنطقة مدخل اكتوبر ديت بتتغير كلها. فجأة قرروا ان واحنا جايين النازلة بتاعت اكتوبر تتقفل وتطلع على الطريق الصحراوي وتقف طابور طويل على ما ترجع اكتوبر تاني. لولا ان الواحد شايف ان الناس بتشتغل يصبر. ما هو بيعمل فيك كده ليه؟ مش هو مش قافل السكة هزار. انا شايف هو بيشتغل، لان انا بعدي كل يوم، هو بيشتغل 24 ساعة. مصر عاملة كده، حاجة من اتنين، يا تصبر لغاية اما الطريق ده وتبقى مقتنع
انه في حد شغال قدامك هيخلص، فانا لازم كل يوم هنزل اروح لغايه البوابات. انتوا عارفين انت بتلف منين؟ انت بتنزل تمشي لغايه البوابات وتلف وترجع عشان ترجع اكتوبر تاني. يا تصبر يا تقول لا 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 انا ما مش ممكن كده، ودي مش حياه والواحد ما يعيش كده. هو دول الاختيارين اللي موجودين. انا عارف ان الناس ضجه ووجه ومش عارف ايه وبتاع، ولكن بصراحه بنشوف حاجات ما كانتش موجوده قبل كده. بنشوف النهارده الرئيس قال انه اي حد عايز ياخد شقه يروح، ما فيش بقى قطاع عام وقطاع خاص ومفردات مرات، يروح يوصل. وعلى فكره هنا بتبان الحركه على طول، انه عدى الروتين على طول. طلع قرار قال لك، قال للوزير، قال له اي حد عايز ياخد شقه في الاسكان الاجتماعي ومعاه فلوس خلاص خليه يقدم وياخد الشقه. يعني يوروكوا في مصر ازاي الحدوته بتعدي، انه يعني قرار وهو قاعد فالدنيا تتحسن، كل الناس اللي عايزه شقه تاخد. اي قال لك لو جالي 5 مليون النهارده هديهم شقه. فبقعد احتار، لانه احنا قاعدين في القلق نفسه. انا اللي هيخلص الاول؟ انا اللي هيخلص الاول؟ يبدو الامر جيد ويبدو الامر في تحسن، بس ما هي طبعا المصيبه برضو كبيره. يعني علشان تتغير تغير مزدهر السنتين يعني مش او التلاته مش حاجه قوي. فالنهارده تقعد تبص، طب امال احنا كنا قاعدين بنعمل ايه؟ امال كل الناس كانت بتقول لنا على ايه؟ امال المليارات اللي كانت بتجيلنا من امريكا وبتتصرف على ايه؟ طبعا كانت بتتصرف على الاكل والشرب، يعني مش عايز اقول ان حد حط فلوس في جيبه. الانظمه اللي فاتت دي كلها كانت مهتميه انها رز وسكر وزيت وبتاع ومش عارف ايه، ويريحك ويبسطك ويقعد يدعم في جنيه قدام دولار وخلاص. انه يفضل الدولار بخمسة جنيه او باربعة جنيه عشان يحافظ على السعر كده والحدوته كده، والبلد لا تتقدم قيد انملها. احنا مش بنتكلم على 6 اكتوبر دي والمحور، 6 اكتوبر دي معموله من كام سنه؟ النهارده المحور كله بيتهد، النهارده المحور كله طالع مش مبني صح، الطرق دي كلها مش مبنيه صح. وما كانتش باصه للتوسع وانه لازم يبقى في حاره زياده ولازم كل الكلام ده ما اتعملش. ليه؟ لانه يا دوبك على قد الحاجه، مدينه جديده نعمل لها المحور بتاعها مش عارف ايه، ولكن النهارده انت بتشوف اكتوبر النهارده غير من 4-5 سنين، انت بتشوف مدن طالعه في اكتوبر، مدن. ده طلعت اكتوبر دي كبيره قوي. فهل يا جماعه وانتوا شايفين الناس وهي بتشتغل هتصبروا ولا لا؟ ده السؤال المهم. طب لو مش هتصبر، هل الاداره اللي موجوده دي كل اعمالها عبقريه؟ لا، اكيد طبعا عندها اخطاء كتير. والاخطاء دي ناتجه عن برضو ورث طويل جدا، انه الحاجات ما بتحلش بسهوله. النهارده يقولوا ايه؟ يقولوا بقى حاجات غريبه جدا. يقول له يا فندم، ومن مميزات المستشفى ديت انه هيبقى فيها استشاريين اطباء طول الوقت. هو المستشفى كان بيبقى فيها ايه؟ ما كانش حد بيلقى استشاري اما بيروح المستشفى. امال انتوا فاتحين ايه؟ هي كانت ايه قبل كده المستشفى؟ احنا يا فندم عاملين للمستشفى نزل عشان الاطباء بينزلوا فيه. طب وقبل كده كان الاطباء بيروحوا فين؟ تحس انها يعني امال كنا بنعمل ايه؟ المليارات دي كلها راحت فين؟ التريليونات دي اللي اتصرفت في مصر راحت فين؟ ادي المستشفى العسكري في دمياط، تخش تفرج حاجه. يعني اقصد مش كلام يعني. انا على فكره مش من انصار تسريع المشاريع، انما الرئيس النهارده كل مشروع يقسمه على اتنين. والله يكون في عون الهيئه الهندسيه القوات المسلحه. النهارده اللي هو اركان حرب ايهاب كان واقف قدامه بيقول له لا 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 مفيش، يخلصوا ودلوقتي وبكره. والغريب حاجه انه بيخلصوا.
لا ما ينفعش يا فندم، لا يخلصوا ويخلصوا. ادي الحضانات معموله بطريقه مختلفه، قال لك اصله دي هيبقى فيها اجهزه لا النهارده بيقولوا حاجه غريبه، بيقول له كل سرير يا فندم عليه الاجهزه بتاعته بتاعه الاكسجين ومش عارف. هو المفروض كل سرير يبقى فيه كده؟ النهارده بيتكلموا على اختراعات. قال له بقى عندنا جهاز لتوليد الاكسجين، وانتوا قبل كده العالم بطل حكايه الانبوبه دي من زمان. قال له يا فندم وان الاطفال دول هيتشافوا من ورا ازاز علشان ما حدش يخش الحضانه، هو لسه حد بيخش جوه الحضانه؟ ده احنا في في في, في زوما زوما او روما روما، يعني مش لاقي دوله اقولها بصراحه. فالنهارده بيتكلموا على المبادئ ان بقت موجوده عندنا. ما احنا كنا عايشين في ايه؟ الناس الغلابه دي كانت عايشه في ايه؟ لما يجي لنا ناس بتبقى قدام مدينه الانتاج وتقول له يا ابني انا بدور على حضانه لابني مش لاقي، ما كنتش بفهم يعني ايه حضانه، ايه ما الحضانات، ايه المشكله؟ قال له يا فندم الحضانه بالاجهزه اللي بتتحط على، وهو الطفل كنتوا بتتابعوه ازاي قبل كده؟ بتقيسوا له النبض بايديكوا يعني؟ احنا كنا عايشين فين؟ طبعا المقلق في ده، والرئيس حط ايده عليه النهارده، صيانه كل الكلام ده. انتوا عارفين المصريين سنه والتانيه تلقى الحاجات دي كلها متكسره وموجوده في الممر. طبعا ده مش هيحصل في مستشفى القوات المسلحه، انما وارد يحصل في مستشفيات تانيه. القوات المسلحه ما عندهاش الهزار ده. فيش الكلام ده. انما فلوس بتضيع، طب هل معمول عقود صيانة، معمول ان الحاجات دي تفضل سليمة، تفضل لانه اكيد جات اجهزة كتير قبل كده وترمت بدون اسامي. انا بكلمكم على واحد من اكبر مراكز القلب في مصر، في قسطرة في الصيانة مش عارفين يطلعوها، واحد من اكبر المراكز بتتصلح وما معهمش يطلعوا، عايزين مليون جنيه. ادي السراير. قال له يا فندم السرير كله بحاجته اهو، الحاجه اللي بتركب كلها والاجهزه وبتاعه مستوى. والسراير السرير ده بكام يعني؟ انا بس عشان انا قعدت في مستشفيات بقى فابتديت افهم الحاجات دي. السرير ده غير اي سرير وليه سعر والاستيراد والفلوس والحواديت دي، مبالغ بتتصرف. فهل هنصبر؟ رئيس النهارده كان بيتكلم على الشهاده بتاعه الاطباء اللي بيتم اعتمادها، بيقول لهم هل دي بتنفع بره؟ يعني لما واحد يروح يقول لهم انا واخد شهاده في مصر معتمده بالشكل الفلاني، هل دي بره بتنفع؟ والسؤال المهم، ماذا يحدث عندما يغادر الرئيس؟ يعني الرئيس بعد ما بيمشي كده بيحصل ايه؟ يعني دخل المستشفى، المستشفى عظيمه، الاجهزه هايله، مش عارف ايه. طب ماذا يحدث عندما يغادر الرئيس؟ بعدما يغادر الرئيس، هل المفروض الرئيس يفضل كل يوم قاعد على باب المستشفى ويسالهم كل يوم ايه اللي حصل وايه اللي بتاع؟ دي تقريبا اكشاك الولاده. طبعا كميه اكشاك ولاده، انا قلت لا تعملوا اكشاك ولاده بتاع، مش عايزين حد يولد، كفايه ولاده. قال له احنا عاملين يا فندم 12 كشك ولاده. ما هو طبعا بيجوا 12 ست مع بعض كلهم بيحزقوا في وقت واحد، ما انتوا عارفين كل دقيقه فيها اربعه، كل دقيقه اربع عيال، فيا دوبك البتاعه دي كل دقيقه تبقى مليانه. ايه ويطلعوا، ايه ويطلعوا، ما هي بلد مش هتمشي كده. ما هو بلا سيستم، ايه السيستم اللي موجود غير سيستم الرئيس؟ أن الرئيس يتفقد، أن الرئيس يهتم، أن الرئيس يتابع. طب وبعدين بعد كده إيه اللي هيحصل؟ المكان ده، الاستثمارات دي، المليارات دي اللي محدش عارف فلوسها جاية منين، هل هتفضل سليمة؟ هل هتفضل الحاجات دي كويسة؟ هل 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 حط بقى الهلهلات كلها. حط ده كله بقى على جنب
والسؤال اذا كنت ناوي تصبر او ما تصبرش. وعلى فكره انا دايما بقول لكم حاجه لطيفه وانا معاكم، يعني احنا مع بعض هنعمل ايه؟ ما البلد دي بتطلع وتنزل واحنا مع بعض، يعني تطلع مش عارف يحصل ايه، تنزل يحصل ايه، واحنا مع بعض، فاحنا هنبقى مع بعض كلنا، يعني هنشوف نتائج الاشياء كلها مع بعض، شفنا لانه في تجربه بتحصل على الارض. هل انت واثق في اللي بيحصل ده ولا مش واثق؟ هل انت شفت قبل كده نتائج زي دي ولا انت النتيجه الوحيده اللي في ايدك؟ في ناس تقول لك ايه، انا في ايدي كام؟ زدت النهارده قد ايه؟ العيال دفعناها هو ده، هي دي النتيجه. هي دي النتيجه، انما نتائج تانية غير مباشره، ان انت يوم ما تتقلب بيك بقى العربيه على الطريق الدولي، ما هو بيقول له فندم عشان الناس اللي بتموت على الطريق الدولي. هيبقى في مستشفى تستناك في الطريق الدولي. عايز تشيل ايد تشيل رجل بتاعك كل حاجة هتبقى موجودة. كان الاول لا، تقعد تنزف كده وخلاص. النهاردة مقسمين عربيات الاسعاف لاماكن، انه في عربيات بتخش الحتت الضيقة. وعلى فكرة انا جربت الحكاية دي كتير، ناس كتير النهاردة كان وزير الصحة بيتكلم على انه زمن الوصول العربية عربية الاسعاف من 8 لربع ساعة. هو فعلا كده، من 8 دقايق لربع ساعة. قال له احنا عايزين بنجدد الاسطول، عايزينها تبقى 6 دقايق. وفعلا الاسعاف في مصر بقى فعال جدا من ايام حاتم الجبلي، من ايام العربيات الجولف اللي جابها حاتم الجبلي. عندنا جهاز اسعاف محترم، وانا واصحاب ليا كتير جربناه، فعلا بيجي بدون ما يعرف انت مين. انا مثلا نمرتي كذا وشارع كذا، تلاقيه جاي لك. جربتها كتير ايام امي يعني. فهل ده بيعود عليك بشيء؟ شايف ان ده شيء كويس؟ شايف ان ده شيء يستدعي الصبر ولا لا يستدعي الصبر؟ او اديني حقي في ايدي وخلاص، انا عايز المبلغ في ايدي كده اخده وانزل افرتكه واجيب بيه زيت وسكر. اللي حصل النهارده، والنهارده كان وزير الصحه بيتكلم ان في 10 مستشفيات تانيين كمان شهرين، يعني مليار و200 مليون او 300 مليون ايا كان الرقم هيبقى فيه. دي طفره. ان انت طبعا عندك العنايه الصحيه في مصر. من كام يوم كنت قاعد مع حسام قباني وبيكلمني على الاقصر، ازاي الاقصر دلوقتي الاهتمام بالصعيد يا جماعه، ازاي الاقصر هتبقى الهب، هتبقى المركز اللي فيه كل المستشفيات اللي كل الصعيد يروحها، كل الصعيد يبقى عايز اي حاجه. فكان حسام قباني بيوريني اللي اتعمل في مستشفى الاقصر بتاعه الاورام، علاج السرطان. شيء مذهل. البلد بيتعمل فيها حاجه، يعني في شيء بيتعمل، والارض دي الدوله هي اللي مديها له مجانا وعاملين له امكانيات وعاملين له حاجات، وبيروح يزوروا الوزراء، ولو عندنا اصح حاجه بيعملها، ناقصه شويه فلوس بس شغال. بلد بيحصل فيها حاجه، في حاجه بتحصل فيها بتطلع. انما هنصبر ولا لا؟ يعني دي بقى مسائل ايه؟ في تونس مثلا قال لك لا ما فيش، احنا عايزين نخش نجيب حقنا، وانا عايز الفلوس في ايدي وبتاع. طيب السؤال المهم هو، انت لو فتحت الخزنه في مصر فيها فلوس؟ لو فتحت الخزنه كده هتلاقي فيها ورقه مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله. ده اللي موجود في خزنه مصر دلوقتي، توحيد. فهي بس الفكرة، ده السؤال النهاردة اللي جه في دماغي وانا بسمع انه دي فيها كذا ودي اتعمل فيها كذا، وما كانش فيها، ما كانش فيها المبادئ. اقول لكم على معلومة اخيرة وبعدين هاخد اتصال هاتفي. كنت قاعد مع الناس اللي شغالين في صندوق تحيا مصر. الناس دول على فكرة بيعملوا حاجات كتير وهم ساكتين، فبيقولوا لي ان هم شغالين على موضوع توصيل المياه والصرف الصحي بتاع القرى. فقالوا لي في عدد كبير من القرى، الميه واصله لغايه باب القريه، من سنين، من 10 سنين ومن 15 سنه، بس الماسوره ام 100,000 جنيه اللي هتوصل تعمل الحنفيات ما اتعملتش. وقفت على كده الدوله لما عملت وقتها، هو وصل لغايه باب القريه وما كملش. يعني حتى بيقعدوا يحفروا يدوروا على انما في التخطيط
هي الماسورة وصلت بس القرية فيهاش مية. مطلوب ايه؟ ناقص. فقال لك هنشتغل على دول الاول، دي ناقصه 100,000 جنيه، دي ناقصه 150,000 جنيه، ناقصه نص مليون جنيه، هنوصل الميه اللي موجوده. اللي غير القرى بقى طبعا اللي عايز تمد لها مواسير وعايز تمد لها حاجات علشان يبقوا صلاها ميه. عايزه محطه اصلا، دي المحطه موجوده والمواسير موجوده وكل حاجه، بس التفريعات والتوصيلات بتاعت السباكه مش واصله. فتحزن على البلد، على الهدر، على الفلوس اللي بتروح، على قلة التخطيط، على 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 حاجات كتير جدا. بس في ناس بتدور على الحاجات دي وبتعملها، يعني بتوع تحيا مصر دول قاعدين يشوفوا القرى ديت وايه اللي ناقص، ومن غير ما ولا بيتكلم ولا تعرف عنهم حاجه. تحيا مصر دول كلهم 10 انفار، كلهم محدش يعرف عنهم حاجه، ولا هم مين ولا بيعملوا ايه ولا حاجه، بس هتلقى مشاريع كتيره في مصر هم شغالين عليها. هل في حد هيصبر على الكلام ده؟ انا عارف انت مش ماسك في ايدك، انت حاسس انك عايز. طيب اخد اتصال هاتفي واكلمكم على شكل اخر بقى من اشكال الصبر اللي شفتها النهارده. سياده النائب مصطفى الجندي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، واهلا بكل المشاهدين. ازاي حضرتك؟ اتفضل. والله والله تمام. بص يا استاذ عمرو، انا يعني طلبت المداخله للأسباب الآتية. نمرة واحد، أنت اتكلمت عن تونس. تونس لو تفتكر الناس ابتدت المظاهرات وابتدى القلق من ساعة لما ابتدوا يلاقوا المصالحات مع الناس اللي ما وصلتش الماسورة مع 10,000 جنيه عشان الناس تشرب لمدة 40 سنة واللي نهبوا البلد. النهاردة يا عمرو أنا بقول الناس بتصبر ولا ما بتصبرش، احنا حالنا ما هواش أحسن من أيام بعد الثورة و56 في 67 في 73، يعني في الفترة دي، ولكن كان في محاسبة. النهاردة ابتدت المحاسبة وربنا يستر عليك يا ريس، بالبلدي كده وعلى الأرض. النهاردة الرئيس وهو قاعد قال في ناس فاكرة إن هي ممكن تاخد الأراضي وتتحدى بقى الدولة، تتحدى الريس أو ليها سكة، وقال في الآخر وهو ما بيقولش الكلام ده كتير، قال دول حرامية. أنت عارف هو عفيف اللسان، مش يعني مش النهارده قال لك الحرامية. النهارده فتح البوابة الكبيرة بتاعت الحساب، لأن بوابة الحساب مع الأنظمة اللي فاتت دي كلها، اللي باعوا الخزنة، مش باعوا مصر، باعوا الخزنة كمان يا عمرو، اللي أنت بتقول لو فتحنا الخزنة، هي أصلاً ما فيش خزنة، باعوا الخزنة. النهارده هتتفتح. النهارده ما في ناس كتير واسماء كتير النهارده اتاخد قرار بمواجهتها بالجيش وبالشرطه وبالمحافظه. النهارده رصهم الرئيس وهو قاعد، قال لك انا هاجي تجيب لي المحافظ وتجيب لي الجيش وتجيب لي الداخليه وتجيب لي مدير الامن. هي دي المواجهه الحقيقيه اللي هيبان فيها. لما هيحصل المحاسبه احنا ما عندناش مشكله والناس ما عندهاش مشكله، ما الناس ما كانتش عايشه يعني في النعيم قوي. ولكن لما تلاقي في محاسبه وفي عداله انتقاليه حقيقي بيتحاسب بيها اللي نهب البلد ده 40 سنه، اللي ما رضوش يحطوا يا عمرو في الصندوق اللي انت بتتكلم عليه بتاع تحيا مصر مركب من مراكبهم ولا سرايا من سراياتهم. النهارده اتفتح الحساب وربنا كبير وربنا يستر، لان فعلا دي بدايه التطهير الحقيقيه، بدايه المشوار. ان انا اقول انا هستنى الحرامي بيتحاسب، لكن لما الاقي الحرامي خارج من السجن لانه اتحاكم بقوانينه، لو تفتكر كويس قوي القاضي اللي حكم على مبارك قال انا بحكم عليه بالقانون اللي قدامي، ولكن المفروض يتعدل عشان ده يستاهل اكثر واكثر واكثر واكثر. النهارده ابتدي الحساب. النهارده انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا وبدايه مهمه جدا، والريس لما قال يبقى 20 شاب واقف عشان الشباب يبص ويشوف ان في حرب على الفساد. انت لو صرت كشاب انت صرت عشان الفساد، صرت ضد الفساد، صرت ضد التوريث، صرت ضد ان يبقى ابن المستشار مستشار وابن الدكتور دكتور، وانت عشان ابوك ما معهوش مؤهل عالي ما ينفعش ان انت تاخد. كل ده اسباب صورنا ليها. لما الاقي الحاجات دي النهارده في حساب وابتدى الحساب انا استنى واستنى، لان يبقى كده انا ابتديت المشوار الصح. بعدين حته اللي بيتعمل يا عمرو يمكن الناس مش شايفاه، لكن انت لما بتيجي على بيت في بعض الاحيان بيبقى ان انت تبني بيت جديد اسهل وارخص من ان انت تعدل في بيت صعب التعديل فيه. خروج الحكومه من القاهره وخروج مدينه دوله، ده انا بقول بلد جديده، لان التجمعات الخمسه اللي موجوده مع
اللي بيحصل دلوقتي في العاصمة مع اللي بيحصل في السخنة كل ده هيلطم، هيعمل 10 20 30 ضعف القاهرة اللي موجودة. ده بكرة، ده راجل بيحلم. خلي بالك محمد علي لما كان بيحلم فكان الناس ما كانتش رايقه قوي ومبسوطه قوي، عيالها بتتخطف وبتتسحب وبعد كده بتروح فرنسا وبترجع. اللي بيحلم بيحلم، وهو بيحلم ومن حقه يحلم والشباب من حقه يحلم، بس من حقنا كمان ان احنا نحس ان الثوره والشباب اللي مات ده يا عم، والشباب اللي مسجون النهارده بقضايا قلب نظام حكم الاخوان، لان اتعملت له القضايا ايام النائب العام الاخواني. لا، الناس دي لازم تطلع، الناس دي لازم تطلع، والمجرمين اللي نهبوها وسرقوها يا عمرو هم اللي يخشوا. استنى مفيش مشكله، خير، انا شايف بوادر خير، وانا شايف الراجل ده خير، شايل كفن من اولها، هو شايل كفن، واللي بيشيل كفن وبيبقى خايف هيقابل ربنا هيسأل. انا هسأل على مراتي وعيالي، وانت على مراتك وعيالك، ده كبرت بقيت نايب على دايرتك، ده هيسأل على بلد كامل. وبالتالي انا النهارده بقول دي بداية كويسة، انا ارتحت جدا من اعلان هذه الحرب، على الاقل اللي مات ما يبقاش مات هدر. النائب مصطفى الجندي عضو مجلس نواب، بشكرك شكرا جزيلا. معانا رجل اعمال منتصر ابو غالي وعايز يعلق، اهلا بيك يا فندم. استاذ منتصر. استاذ عمرو مساء الخير. اهلا بيك حضرتك. طيب والصحه والسلامه استاذ عمرو. ايوه كل سنه وحضرتك طيب والصحه والسلامه يا فندم. استاذ عمرو انا ليه تعليق بسيط. اتفضل. ال 30 سنه اللي قبل حكم الرئيس السيسي، من حاسب هذه العصابه اللي بيشيل بلاويها؟ عبد الفتاح السيسي والطاقم اللي معاه. العصابه اللي بعتت ناس وحطيتها في الخلاط دي، مين اللي حاسبها ويقول لهم تعالوا عملتوا ليه كده في البلد دي؟ ليه دمرتوا البلد دي؟ مين بيحاسبها؟ احنا كل يوم بنشوف كوارث ومفيش حساب. مفهوم يا فندم، شكرا ليك يا فندم. النهارده الرئيس اما اتكلم على اللصوص والحراميه من اول يوم في موضوع الارض، انا قلت لحضراتكم ايه؟ في مافيا وجماعات ضغط. الرئيس النهارده بيوجه رساله انه انا لا يهمني اسمك ولا يهمني عنوانك، انا يهمني الانسان ولو ملوش عنوان، يعني انا ما يهمنيش من انت. يبدو كده ان في ناس في البلد حاسه انها مراكز قوى وبعتت رسائل للرئيس انه موضوع الارض ده مش هيعدي على خير. هتسالني هو في حد يقدر يقول للرئيس كده؟ يبدو انه في حد لوح بكده، يبدو انه في حد موضوع الارض ده وجعه جدا. ليه صديق النهارده قابلته قال لي يا عمرو انا عندي ارض في الحزام الاخضر وطالبين مني 20 مليون جنيه. قلت له حلو، انت واخدها بكام؟ قال لي الصراحة. قلت له الصراحة. قال لي ب700 ألف. قلت له السؤال التاني، انتوا عارفين انا بقى بتاع عقار وارض وبتاع وكده، هي لو اتباعت النهاردة تجيب كام؟ قال لي الصراحة. قلت له الصراحة. قال لي تجيب 180 مليون. شيل عيشة من على ام الخير، دفعت 700 ألف وبقى في جيبك 140 مليون. ده استثمار ايه؟ يعني نبقى عملنا ايه؟ ده زي مين وزي اي دولة في الدنيا. بكام؟ ب700 ألف. بقوا كام النهاردة؟ 180 مليون. حلال عليه بالحلال يدفع حق الدولة ويخلي ارضه، وهو الراجل هيكون سعيد ان هو هيقنن هذه الارض ويستطيع ان هو يورثها لعياله. ما هو كمان يوم ما اشترى خد مخاطرة انه حتة صراحة صحراء وممكن ما تتقننش وممكن ما يوصلهاش مية. الاستثمار كده، في ناس تحط ايدها في التراب يبقى دهب، وفي ناس زي حالاتي تحط ايدها في الدهب يبقى تراب. يعني لو اشتريت دهب بكره هينزل مشهور. يعني ففي ناس بالنسبه لها موضوع الارض ده دونه الموت، والرئيس واضح ان موضوع الارض بالنسبه له دونه الموت. الرساله النهارده كده، يانا يا الارض، مش يانا يا انتو، يانا يا الارض.
لانه في ناس ابتدت تقول لك لا واحنا مش عارف ايه واحنا هنرفع قضيه واحنا هنروح مش عارف فين. قضيه ايه؟ انت الحاجه دي عندك ليها ملكيه؟ زارع فيها؟ حقوقك ايه وحق البلد ايه؟ وانا رايي لكل الناس اللي في الخناقه ديت مهما كان مركزهم في البلد، وانا عارف انا بقول ايه بالظبط، مهما كان مركزهم في البلد ادفع وخد الورقه اللي تطهر لك الارض ديت وتقدر تورثها لاولادك بدل ما هي قاعده على كف عفيك كده على طول. ادفع واخلص وانت كسبان، محدش عنده ارض خسران. اراضي مصر دي ذهب، وزي ما بقول لحضراتكم هي الدوله ايه؟ ختم وقرار. يجي بكره الدوله ايه؟ قالت لك ايه؟ الحزام الاخضر ده فبقى بكذا، العاصمه بقت بكذا، المثلث بقى بكذا، المليون ونص على طول. الدوله بس تشاور، الارض تبقى بفلوس والناس تطلع فلوس من تحت الارض وتحطها. ايا كان ارضك فين، غاليه رخيصه محدش خسر. يعني هتقول لي ايه اصل ده كان واخد على ناصيه ده، بس في النهايه اللي انت دفعته هتاخد قدامه، وادفع وخد حقك وورث لعيالك. وانت عايز الارض ليه؟ معانا رجل الاعمال محمد المرشدي عايز يعلق ايضا. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اهلا يا استاذ عمرو، انا بتكلم حضرتك من بره مصر فبعتذر لو كان صوتي مش واضح. لا صوتك واضح جدا يا فندم، اتفضل. انا قاعد بسمع البرنامج طبعا، وحضرتك سعيد جدا من يعني من الطفره اللي بتحصل في مصر ديت، وبحيي سياده الريس. وطبعا عشان موضوع حضرتك نحس بيه كلنا كمصريين، هو سياده الريس ادى مهله شهر لجميع المحافظين علشان يقولوا اسامي الناس اللي وضعت ايديها على اراضي او تملكت اشياء مش بتاعتها وما سوتش اوضاعها. احنا من حقنا كمان حضرتك كمصريين ان الاسامي دي تعلن حضرتك في الجرايد الرسميه، مين خد ارض، مين ما سواش موقفه، مين سوى موقفه اصبح معقول. يا ريت يا فندم، ده اقتراح هايل، قائمه بالناس اللي بتسوي، ايه العيب في كده؟ بالظبط حضرتك، مين خد ارضه ما سواش، مين خد ارضه وسوى، مين موقفه مهزوز، مين بيهاطم، لان الحاجات دي حضرتك لازم يبقى في شفافيه عشان احنا كمان كلنا مستريحين، واي عميل بيشتري او اي شخص بيقدم حتى على اي مشروع يبقى عارف هو بيحط رجليه فين، وتبقى دي حاجه احنا بنمشي بيها 100 سنه قدام حضرتك. وعشان ما نسيبش فرصه يا استاذ محمد للاشاعات، ده يقول لك ده مش عارف واخد ايه، اي فرصه للاشاعات. بالظبط. الحاجه الثانيه حضرتك برضو في كمان نوع اخطر من بس الارض كمان حضرتك، احنا عندنا مناطق عشوائيه عمارات بتطلع بال 12 دور و 15 دور بدون ترخيص او برخصه دورين وحد يزود 10 ادوار. الهوا ده ملك الدوله برضو يا فندم، المفروض الدوله حضرتك الناس اللي خلفت ديت برضو الدوله حضرتك تدي مهله ولتكن 5 6 شهور، لو ما سووش اوضاعهم مع الدوله، الدوله بتصادر المباني دي، ثلاث مكسر، لكن على الاقل الدوله بتصادر الاماكن دي وتصبح الاماكن دي مملوكه للدوله، والدوله بتعرف تجيب حقها بعد كده. يعني حضرتك بتقترح النهارده حضرتك بتقترح النهارده وانت رجل اعمال وتعمل في العقار وتعمل في الاراضي، ان الدوله تنشر قائمه بالناس اللي معاها ارض وبتقنن، والناس اللي معاها ارض وما بتقننش، والناس اللي واخده ارض اغتصاب. حضرتك طالب بهذه القائمه بشكل واضح. والاف المخالفات اللي تمت مظبوط حضرتك طبعا، ده اساسي حضرتك. والحاجه الثانيه حضرتك المباني زي مناطق كتير زي اسكندريه وزي اقاليم كثيره وزي القاهره حتى عندنا عمارات طالعه 10 ادوار و12 دور بدون ترخيص. خد حقك في الهواء. الهواء ده حضرتك ملك، وبقى فيه تسويق في الدوله وتسويق. الهواء ده حضرتك ملك الدوله، لان هو ما بناش على ملكه، هو رخصته دور او دورين. الهواء ده ملك الدوله، الدوله حضرتك من حقها تدي مهله. ده اقتراح يا فندم، دول مليارات. بنود المخالفات تصادر بمليارات كثيره يا فندم، بالاف مئات المليارات. تصادر الادوار ديت، وسواء المالك يبتدي بقى يدفع مع الدوله يحسن موقفه. اعتقد يا فندم لو ده الموضوع ده تم، يعني احنا داخلين على ان شاء الله على
يعني ايام سعيده جدا، وان شاء الله الخير جاي قريب جدا باذن الله. ان شاء الله. رجل اعمال محمد مرشدي، بنشكرك شكرا جزيلا. خلينا نسمع الحته اللي الرئيس اتكلم فيها النهارده عن اللصوص وعن الحراميه ونرجع تاني. دي ارض تعدي، ده موضوع بقى تاريخ في مصر خلاص. وانا بقول للسيد وزير الداخليه وللقوات المسلحه، اي حد هيقف قدام القانون يتعامل معاه بالقانون. اي حد مهما كان العدد، مهما كان العدد، يا تبقى دولة مظبوط وكل حاجة ما بتتعملش الا طبقا للقواعد وطبقا للاصول وبتخطيط مظبوط، يا اما والله العظيم الواحد ما ايه، والله انا ما استحق اعيش لما حققت الكلام ده قسما بالله. لو النهارده الدوله دي ما تبقاش دوله وكل حاجه بتتعمل طبقا للقانون مظبوط، انا المفروض ما اعيش، ولا احنا نعيش، كل واحد يعمل اللي هو عايزه فيها، ياخد اللي ياخده ويقسم اللي يقسمه. تاني بقولها تاني لوزير الداخليه على الهوى، والناس كل المصريين سامعينك، وللجيش وكل المصريين سامعينكم، اللي يقف قدام القانون مهما كان عدده، مهما كان عدده، كل حاجة ترجع مظبوط تاني، ودولة مظبوط مظبوط مش اللي احنا عايشين فيه ده. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا ده كلام الرئيس النهاردة عن موضوع الأراضي، واضح جدا ان هو يعني ما فيهوش هزار وما فيهوش كلام وما فيهوش تراجع، وانه آخر الشهر هيتجاب الناس وهيتجاب الأراضي اللي رجعت قد ايه، وايه الموضوع وايه الحكاية. طبعا انا شخصيا يعني ده رأيي انا، انه الموضوع ممكن يحتاج وقت اكتر من كده، لانه طبعا الموضوع مش صغير، موضوع كبير جدا، تعديات على الاراضي وان انت تعرف تستردها، المسألة ممكن تحتاج وقت اكتر من كده. لكن هنشوف ايه اللي هيحصل. اللطيف اللي حصل ايه، انه المسؤولين قالوا يا فندم ده فيه هنا، طب ما قلتش ليه، ويا فندم ده فيه هنا، طب ما قلتش ليه، وهنا فيه 2000 فدان، طب ما قلتش ليه، وعلى فكره كان في 5000 فدان هنا كنا ناسينه، طب ما حدش قال ليه، وعلى فكره الراجل ده كان هيدفع والله بس احنا قلنا نستنى عليه شويه، طب وما دفعش ليه. ليه بقى؟ لانه منظومه الفساد متركبه على بعض، ده ماكل ده، وانا ما بقولش سر، ده ماكل ده ماكل ده ماكل ده، كل واحد ماكل. اللي اتظلم في النهايه ايه، انه المالك اللي للارض ديت ما خدش حاجه، يعني ما تعملوش عقد واضح ملكيته واضحه يقدر يصورها ويقدر يستفيد بيها، والدوله ما خدتش حقها. احنا عايزين نورق يعني، يعني يتم عمل التوريق، الحاجات كلها تبقى بورق، الشقق بورق والاراضي بورق، كل واحد ياخد ورقه يدفع الفلوس اللي عليه، يدفع ضرايبه، يدفع جماركه، يدفع الخدمات اللي المفروض تتعمل، الميه النور، ويبتدي يدخل دخل للدوله. ده اللي احنا عايزينه. الجزء الثاني من اليوم كان الرئيس في برضو كان في دمياط وكان في مدينة الأساس، وحصل أحد النواب قام واتكلم مع الرئيس أو قام خطب يعني، وقال إن احنا مش عايزين نزود الأسعار بتاعت البنزين، واحنا عايزين إنه الحد الأدنى للأجور يبقى 3000 جنيه وهو الآخر، والرئيس رد عليه رد عنيف جدا. خلينا نشوف الرد اللي حصل النهاردة، لأن ده من الحاجات اللي كانت واضحة في كلام الرئيس النهاردة. وبنتحمل الأعباء اللي نتجع عنها، الأعباء اللي نجمع عنها، للنهاردة بقى السوق المصري والصناعة المصرية والزراعة المصرية بقت منافسة بشكل كبير جدا جدا بتكلفتها. الدولار هنا تمنه كام في مصر وتمنه كام للمنتج نظيره بره بكام، احنا بقى عندنا فرصة كويسة. عقبال ما تتملي شراييننا، عقبال ما يعني يحدث التوسع في دولة، عشان كده احنا محتاجين كدولة نتحرك مع الناس اكتر في الزراعة في الصناعة، عشان ما نضيعش بقى الفرصة ديت، ما نضيعش الفرصة ديت. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. Thank you.
شكرا. بقول لحضرتك ايه، انت مين؟ نوب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟ انت فاكرني لما تيجي تقول الكلام ده في موضوع في موضوع عام زي كده تقول لي ارجع ارجع؟ انت عايز دولة تقوم ولا عايز تفضل ميتة؟ لا لو سمحت من فضلك، لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد دي فيها ايه. 3000 جنيه حد ادنى ابقى بعد كام سنة؟ بعد كام سنة؟ لا طبعا من فضل حضرتك، انا ما كنت ممكن اسكت واقول لك طيب. لا 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 اتفضل اتفضل استاذ. انا هرد بس على كلمه اللي دي مهمه حتى ان احنا نقولها للناس. ده رد فعل الرئيس النهارده على الكلام اللي قاله احد النواب اللي كانوا موجودين في دمياط. زي ما بقول لحضراتكم النهارده وايام اخرى وايام قادمه كلام عن مشروعات موجوده، وزي ما بقول دايما وبكرر من هنا المفروض تبقى للدستور انتخابات تحصل ما بين فبراير ومايو اللي جايين. اللي انت بتشوفه في الحاجات دي شايفه نافع هترشح عبد الفتاح السيسي تاني، مش شايفه نافع ما ترشحوش تاني. مسألة بسيطة جدا. يعني احنا وقت مرسي كنا بنتكلم ايه؟ كان لسه في السنة الأولانية فكان في وقت طويل، احنا شهور هيعدي رمضان، تعرفين رمضان ووراء اجازة الصيف والعيال وبعد شوية تلاقي نفسك في انتخابات. خلاص يا دار ما دخلك شر، الراجل ده ما مش نافع والمشروعات اللي بيعملها خلاص هنشوف حد تاني نافع وعايز تكمل معاه كمل. يعني اقصد هناك حل، علشان بس مش عايز ناس تبقى كتير متضايقه. بمناسبه موضوع الانتخابات، حبس خالد علي، الناس كلها النهارده او ناس من اللي هم يعني متابعين ليه شايفين ان ده جزاء لخالد علي، عشان خالد علي هيرجع نفسه انتخابات الرئاسة، فتم حبسه 24 ساعة. اللي حصل لخالد علي طبعا النهاردة يديله أسهم زيادة، وإحنا ما عندناش مشكلة في مصر كلها ولا الرئيس ولا أي حد إن خالد علي يرشح نفسه للرئاسة. هو السؤال المهم، هو تم حبسه النهاردة على شيء يستحق ولا لا يستحق؟ هل ال 24 ساعة يحولوه مانديلا؟ ده السؤال برضو. ناس كتير بتقول ايه؟ بتقول ان هو بيدفع تمن، وحد يعني زميلنا كاتب انه ده بيتعمل له ارهاب عشان ما لا ابدا بالعكس. الحركة اللي اتعملت له دي لو الراجل ده مرشح نفسه بترفع الاسهم بتاعته. انا بتكلم بصراحة اهو. يعني احتجاز خالد علي النهاردة يرفع اسهمه كمرشح لرئاسة الجمهورية لو مرشح نفسه. لا تضره ولا ترهبه، بالعكس ده خالد علي النهارده في اقوى حالاته اذا كان هيرشح نفسه انتخابات الرئاسه. اظن مفيش اصدق من كده ولا اوضح من كده. ان هو الراجل في ضده حاجه وفي وخالد علي كمحامي هل هو يرضى انه يتقال انه القضاء ولا النيابه مظبطه قرار ضده؟ تاني، خالد علي الذي أخذ حكم تيران وصنافير من القضاء، هل يرضى أنه يتقال أنه تم تظبيط حبسه 24 ساعة؟ أن القضاء والنيابة يمكن أن يقوم بهذا؟ وأنا بقول أبدا كل الناس اللي بتتكلم أن دي حاجة ضد خالد علي، لو خالد علي مرشح نفسه رئاسة الجمهورية وهذا من حقه ترفع أسهمه أبدا من مصلحته مش ضده أبدا. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. النهارده عندنا حلقه جميله هتعجبكم جدا. الفقره القادمه هكلمكم بقى على مانشستر واللي حصل في مانشستر، شويه انطباعات بسيطه كده، ابقوا معنا. صراحة تصميم بالصلاة على حضرة النبي حاجة من الآخر. لأول مرة محافظة أسطوان بتشهد بهذا الجمال. كل الأقسام متوفرة فيها، قسم العناية المركزة بأكبر شوية من الأقسام التانية.
يعني على احسن مستوى، جسمك يا حلا يبقى على احسن مستوى، مدارس احسن مستوى. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلعنا من الظلام الى النور. هذه المستشفى التي رايناها اليوم باجهزتها دخلت الطمأنينة في قلب المواطن. العناية اللي أنا موجود فيها دلوقتي فيها خدمة يعني أحسن من أي مكان خاص. أنا عملت قسطرة خاصة في مستشفى خاصة بره، هنا أفضل من بره بكتير كتير كتير. أحسن ما يكون معاملة زي الفل وناس زي الفل، والحمد لله ما فيش أحسن من كده، ونشكر ربنا. العربيات دي عربيات مجهزة للتعامل مع جميع الحالات المرضية وحالات الحوادث بمختلف أنواعها وبمختلف شدة الحالات وصعوبتها، بها تجهيزات طبية عالية الجودة، كل الأجهزة اللي جواها ناطقة بالعربية. الهدف منها هو النقل السريع والآمن للمرضى والمصابين. كلنا من مسافرين وسواقين وإداريين دايما لخدمة مصر وخدمة هيئة الإسعاف المصرية. بدأت استعداد لكل المرضى وريحتهم ووفرت عليهم ماديا ومعنويا ومواصلات وراحة في العلاج وبقت 100% الحمد لله. كل همنا هنا ان احنا المريض يطلع من عندنا مبسوط، حالته النفسية كويسة، لان هو محتاج ان احنا نعامله افضل معاملة. وفريهم من كل شان يا رب، فريق يا سيسي، وخليك عنا وبارك فيك اللي عملت لنا المشروع اللي يريحنا وريح الناس الغلابة العيانين المساكين اللي زي حالاتنا. مستواه يعتبر من اكبر المستويات المشاريع اللي عملتها الدوله، من ناحيه ان هي تعمل اسكان متوسط على شكل كومباوند، محاط بسور، بوابات امنيه، متكامل الخدمات. المشروع ده يستحق حاجه، يعني ناس كتير بتضحي بحياتها عشان الاجيال الجديده، تستحق الواحد يعمل لهم اكتر من كده. يعني اللي احنا وصلنا له ده بايد العامل والمهندس والصنايعي والقوات المسلحه، كل حاجه طلعت معانا في ايدها في المكان ده. ومسي على الجمال والذوق، بيفتح بيوت ناس وبتشتغل، واحسن بدل ما الشباب ده مثلا يقعد على القهاوي او كده. احنا طبعا معروفين عن اهل دمياط، صنع الخشب، الحلويات، لنا صناعات خاصه بنا. دخل علينا مشروع ده مصر بالاشراف الجديد، بطريقه التفكير الهندسي الجديده، اثر على ثقافتنا، اثر على مستوى المهندسين، مستوى العماله، مستوى الصناعيه. عميل بيجي يسكن على طول، يعني ما بيبقاش عنده، بيدخل بقى في قصه تشطيب، ولا بتكون مجهزه من كل حاجه، دش مركزي، تليفون، انتركم، وكومباوند بسور بامن وبحراسه، جميع الخدمات موجوده جوه الكومباوند، من مدرسه لجامعه لوحدات صحيه لمحلات. لو بصينا بره على مثيله في الجهات الاخرى او مثيله في الجهات الخاصه، هتلاقي تقريبا التكلفه للوحده وتكلفه للسكن تقريبا يعني تماثل الضعف. المعمار هو اكتر مهنه ممكن تسحب طاقات ما بين عمال، ما بين مهندسين، ما بين سباكين، ما بين حدادين. بدل ما الشاب مثلا يخش ان هو مثلا يشتري قطعه ارض ويبنيها، وكحل سريع لاي شاب ان هو يشتري وحده سكنيه. المفروض ان احنا نطلع اصلا كل واحد يسيب بيته، زي ما احنا بنطلع نتغرب بره، احنا بنطلع نتغرب بره عشان الفلوس، نيجي نشتغل في بلدنا عشان الفلوس. العماله موجوده، نجار، حداد، مبيض، كله شغال. بيننا حاسس بخير جاي للشباب. تحيا مصر. وتحيا مصر. تحيا مصر مليون مره. تحيا مصر.